ضحكوا عن تعور جي تعور قلبي يعني طالعوني تخزوني كذي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أنا في وضع أفضل تماما مما دخلت وفي تحسن والحمد لله وأقدر أقول لكم تم. في هذه الحلقة من تم المجموعة الثانية من المرحلة القبل نهائية مريم وعباس ووائل. المسابقة عبارة عن تطبيق كل اللي استفادوا المتسابقين من الاختبارات السابقة. راح نعطيهم مبلغ معين يكونون منه منتج يسوقونه ويبيعونه ويحاولون يطلعون منه ربح. بالتوفيق للجميع. وقت زمن أقل من دقيقة اتفقنا شو اللي بنسويه واتجهنا حق المحل. خلصوا مرحلة التخطيط. خبرة. نو تايم. الساعة. الأفكار قاعدة تهل من الجميع والكل يبي يثبت نفسه. ناخذ البرواز البرهويز زين نحط فيها صورة على حسب الطلب. يا سلام. إنها تكون بدال الكيك. ما في شيء حسب طلب. شلون؟ ما في طلب. تعرض على طول. ماكو وقت حجي. اليوم الموضوع كان شامل، قال نشتغل على باكج كامل، شلون نلم العناصر على أساس بالأخير نطلع بمضمون. يا ولد. تسوي عصير بهذا؟ وتبيعه. وهذيلا ممكن تسوي فيهم سموثيز مثل محل سموثيز بدل ما يسوي عصير. اي تبيعه هذا بربع او نص عليها هذا. قلت حق الشباب دام ان احنا بالمول اسهل شيء نبيعه على الناس عصير. مو غلط. مخخ حق شنو يستخدمونه؟ حطين العصير انه حركه يمشي ويبخ فيه. بعدين قال خلينا نسويهم سبراي جوز. اوه وش قد ايديته؟ كل واحد ياخذ خمسه من هذيلا. فراولة حبيب باب نسوي الدرينك فراولة بالليمون. رايت وايد نايس راح يصير. اوكي نوعية الناس هني ما هي مستعدة تشتري مني انا شيء قيمة عالية. هذا شلون اللصق هني؟ ما علي انا علي بالكواليتي. اخذ وقتي بالكواليتي. فهد يبغى كان المفروض ان نطلع بكواليتي وكوانتيتي اكثر. الادوار تقسمت. السلام عليكم. بس ممكن احاسب بس تزريق على ودنه. اوه ساري حوبة الريال والله. خلينا نحط بهالسايد اثنين. اوكي شنو راح اسوي؟ عصير ليمون بالتوت. قول لهم ايش كسرت زين. هذا باجل كاش. الو كان يو واش ذس فور مي كويكلي. كنت انا مسؤول الحسابات. كنت انا ماسك الحسابات عندي. اعطي عباس انه يشتري. مريم تبطل العلب تغسلها تضبطها تجهزها على ما يجي عباس احنا نخلط فيها ونحطها. بعدين قسمنا التسويق كل واحد راح بجهه عشان تستغل الوقت ونسوق باسرع طريق. تيم وورك. مكس ايوه هذا الشغل الصح. لا طبعا ادفع فلوس. اي بلا تدفع فلوس دينارين. والله شغل عجيب. رايك تصير العصير فهد؟ ابوي ماي. أنا ما شفت مريم بالماركتينج، شفت مريم بالفكرة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. عباس. عندنا. من عباس. الناس قاعدين بقهوة تسوق عليهم شلون يا أخوي؟ أنا رحت أسوق مكان قاعد يشربون فيه، فهذا غلط. قلنا لك. لحظة. كم كلفنا الواحد؟ هذا 750. لحظة لا خلينا نشوف الكوست. الدينارين ببيع الواحد. 4750 نبي نبيعهم بأكثر من 5 وربع. الشباب سريعين دشوا مرحلة التسويق.
انا مسوي اي اشوفه ها بلاش لا بديناري اسوي لك واحد ثاني ببلاش نطريني اروح وارد شغل بلوشي ما يمجيني مع نوائل انا اول مره يعني يمكن هذا اطول حوار بيني وبين وائل من لما دشيت البرنامج بس هي ديد جود خلطه جديده يو هاف ات اند يو هاف ذا ماج وذ ات دينارين دينارين عندك كم اول اذا حلو وايد حلو شلون يشترون سمك بالماي عباس دش وياهم مرحله التسويق بعد اكزاكتلي ثانك يو اول بيعه يقولي شيرت كفو الحين دوقي قولي لي رايك بعد ما شرت بالله طلع مو حلو عندي خردة هاش يبي لك بعد دينار الحين اعطيك بعد دينار والله ضاعت عليها كانت تبي ببلاش شريك شيء تبرد على كبدك فيه على كبده اي على كبدك خير هذا بنص دينار بخاخ انت تبيع عطورات احنا نبيع بخاخ بس عصير هذا اعطيتك الحين ثلاث دنانير اعطيتيني خمسه اعطيتي شلعفه والله قاعده تمشين بطريق ظلمه لازم تشترين لازم تشترين عباس شغل الروضه حبيبي استنى رايكم عيالكم يبون يجربون عصير مفيد للفيتامينات مفيد للفيتامينات شو هالكلك حجي يلا المصداقيه شويه هذا حق اوكي ثانك يو يلا ليش اعطيتك انا بديش خمسه لا اعطيتك خمسه اعطيتك خالتي اعطيتيني خمسه هذا بدينارين هذا دينار لا مو دينار هذا نص دينار عليك حبيبي بردش بعدين انا طلعت دينارين وبين البراد لا اعتقد الموضوع دان انا طلعت اعطيتها بدينارين بعدين تقول ما ابي بدينارين ابي بدينار اي تبي مال ما يصير خالتي احنا بعنا عباس يعالج الموضوع لا 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 ما تدفون خلص مكان يلا تعطيني يا خمس دنانير ما عندك خمسة تبي يعطونها فلوس ولا عمرك شربت عصير بخاخ لا شاب كمل هذاك حلاو هذا عصير فراولة طبيعي بخاخ وانت تتمشى جوت يبى الأسبوع لو عنده دينار بيحط رصيد إذا شريت شيء خالتي خصوصا الأكل إذا شربتي منه ما يصير أنا رديت لها فلوس حسبتها صح بالضبط بس رد يناديها مرة ثانية قلنا طريق ظلمة صدق مو مشكلة حبيبي بس كل حاجه راح نيلك والله راح نيلك يا حبيبي تحب تشتري حق بنتك عصير بخاخ يبا بنت نايمه قاعد يعابل فيها مسكين ما تحب تحب تشتري له بخاخ عصير وهو ماشي بخ بالعصير يشرب فيه كبزنس ما كان مجمع افكاره ويانا 100% لما رحنا نبيع البرودكت كان ابطا واحد احنا تبع المشاريع الصغيره بالكويت عندنا مسابقه بالتسويق والله عباس كلكتي زين بعنا كل شيء هذا عصير حق الاهال بدال الحلويات اللي تنباع كلها اصباق موجوده بالجمعيات احنا سوينا مع فيتامين سي عصير رمان طبيعي مع ليمون بس بقت لنا هذه اخذيها حق ولدك بنص دينار بنص دينار تسلمين تولاهم تشلخ صيدلية فاضطرينا ناخذ اللي بإيده ونخلي عباس يروح يبيعه أروح أنا وعباس نبيعه حق كاستمر ثانيين يعني إحنا كملنا له شغلة ياي ربحنا وسوينا برودكت 20 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 هذا المبلغ اللي خذيناه 50 بالوفا والتمام من كثر الكذب ارباحنا ارباح يبيع عصير على واحد يقول هذا يخليك توفق شكله نص 4 وربع اشتغلنا كنا نفس الشغل ما اقدر اقول انه اضعف والله نسيت شيء متولينك ترى بردلك بعدين اضحكني قبل ما يصورني مو غصب انا كنت قاعد انحاش منها ترى ايش تكذب لا تكول الريال ما يعرف يكذب هذا ماركتك تقص على خلق الله برافو عافية أنا أشوف وائل أول حلقة والله مسجلين هالوائل في تباطؤ صار متولينا سامحينا أنا عديتهم كذي الحين جيت أبي كفالة على العصير إيه هذا الحين كاف الحين صار هذيلا ثلاثة ونص ثلاثة هي تبي خمسة اللي هي أنت الخمسة اشتريتوا هذا دينارين هذا دينارين أنا هذا نص دينار بعد ما تفهمتوا إياها أنا وعباس خلصنا وكان وائل قاعد يعد الفلوس اللي إحنا ربحناها وكنا ربحانين 4 دنانير و700 وشيء كان يينا فهد لو سمحتوا عندكم كاستمر عندها مشكلة اشتغلت خدمة العملاء وهي نوز إن هذه الكاستمر شيز نوت يعني هي شيز نوت أوكي إن ذا هيد شوية المرة وايد تعبانة أو إم جي أنا أقول لكم هذه المشكلة نص دينار
والله مو بنص. انزين ولا يصير، اسمعي ولا يصير خاطرك الا طيب، بسوي لك عصير تالي اوكي قبل اطلع من المجمع. بسوي لك عصيرين، عصيرين سوي لك واحد. انت مو شرفتي هذا؟ لا لا انا بقول شغله، خلصي هذا راح اعمل لك اياه ببلاش. ما فلوس. كفو. التالي في تم. عاجبني فيكم انه ما شفت احد اراء يعني في كذي في يعني عرفت في ان انا ان شيء ان ما اعرف شيء. تفضل. بودعكم. ولا اودعكم. قبل الفاصل. عطيتها بدينارين بعدين تقول ما ابي بدينارين ابي بدينار. ما يصير خالتي احنا بعنا. خليك لا تتفاجئ. والله ما يصير. لا لا لا. هلا والله هلا. بودعكم. وضعكم حلو. اودعكم انتم لي عيون. خلاص بعد توكل على الله. فعادي كلكم نقول لكم مع السلامه. قلنا توكل على الله خلاص. انا خلاص فاينل، في مره سمعت فاينل في ثلاثه. حبيبي اخلص. خايف عباس. للامانه وجودكم يعني المرحله مرحله. هم متوترين يعني هذا كل من شايفه. فهد يزيد التوتر زياده. شجعهم يا اخوي. هو ترى انجاز من بين 20 مشترك تتمون الثلاثه الباجين. فاليوم ناس اشتغلوا وتعبوا وتعلموا وسووا. الضيف الحكم اليوم عيسى العيسى. بس انصح الناس طبعا بالتخصص يعني لا يسوي لا يشتت روحه بكذا شغله. احلم اسعى ورا حلمك. اذا لقيت روحك ولقيت ان رساله مؤسسه شركه هيئه قطاع حكومي حسيت انك انت يعني قادر تنسجم مع الفكره ومع الرساله هذه، مو ضروري تسوي مشروعك، انت ممكن تنجح وتصير مسؤول كبير في هالمؤسسه او الشركه او في القطاع الحكومي، ممكن تقود وتغير الناس والبلد للطريق الافضل. لما تفتح مشروعك هتتوقع الناس بتدللك بعد، يعني انت وشطارتك خلاص انت في البحر، اذا ما تعلمت تسبح من وانت صغير ما راح تنجح ولا راح تصير سباح عود. راح تمر عليك ايام صعبه، بس شفت هالايام هذه راح تخلي يلدك ميك ات ويل ثيكن يور سكن، تلك تمساح تصير. قولي لي شنو يميز مشروع، شنو يميز الصابون؟ الخط اللي انا استخدمته اللي هو الخط العلاجي، الصابون اللي انا استخدمه راح يطلع بنتيجه وفائده حق الناس اللي حق بشره حق بشرتهم حساسه، اللي بشرتهم دهنيه. طيب. عندي صابون. طيب. حق اللي بشرتهم دهنيه خصوصا. طيب. احنا عندنا بالكويت وايد كذي. كريب يوم الكريبس، لان الكريب صار 30 نوع حول العالم ولا نوع منه عربي، فالحمد لله صار لي 4 سنين شغال فيه. حاولت اني اطلع خلطه جديده، قاعد احاول اني خلاص اني اركزها على اساس انه اشهرها اكثر. عباس هلا. انا بالنسبه لي مشروعي اللي هو ريسايكلينج، اعاده التدوير او صناعه يدويه الهاند ميد بشكل عام. الاختلاف ترى احنا بمجتمعاتنا نزعل منه ساعات، بس ساعات الاختلاف هو اللي يولد الابداع، هو اللي يولد النجاح. صراحه 3 مشاريع ممتعه، كان عندنا مشروع غذائي، مشروع صناعي، ومشروع في إعادة التدوير أو الريسايكل. وايد مستانس على مشاريعكم، مميزة، غريبة. الأكل دارج، بس إن أنت ماخذ شيء محدد وقاعد تبدع فيه، عافية عليك. زين بس الحين المشروع اللي أنتوا سويتوه اللي بسوق السالمية، شنو هذا؟ أعطوني. صاحب سوق السالمية كان؟ إي كان موضوع شنو هذا؟ إنك أنت تنتج منتج من مواد متوفرة قدامك، إنك أنت تنتج شيء جديد، شيء غريب، تسوق له وتحاول تبيعه يكون عندك بروفيت. شلون طريقه اداره في المشروع، شلون طريقه تسويقه، شلون طريقه انشائه، يعني جمعوا كل النقاط اللي استفدناها من البرنامج في اختبار واحد. شو اللي تعلمته من طول فتره الاختبارات هذه، شلون تدير المشروع وشلون تسوق له وشلون تطلع ارباحك منه. حلو. كم كان البادجت؟ 50 دينار. 50 دينار. اي شنو سويتوا؟ اول شيء طرحنا فكره كلنا ما ايدناها. اللي سوينا ان احنا قلنا نبي نبيع منتج، يعني عصير، نبي نبيع عصير، بس انه يكون مثلا شلون نضيف اد فاليو عليه، انه مثلا يكون احنا بدال العصير لا يكون بكاب بلاستيك حق الناس، يعني دكورنا الموضوع وصار معاه ماي. وسوينا حتى بالعصير نفسه تدخلنا بالميكس، يعني ما بعنا بس انه عصير جاهز وحي الله خلاص. سوينا الموضوع
ميزنا منتجنا خلال شيء من اللوجو على حسب الوقت اللي مرينا فيه، كان وقت وايد ضيق 30 دقيقة بس، يعني في معطيات في عناصر مشينا عليها، حاولنا كثر ما نقدر نغطي المطلوب علينا من العناصر ومشينا فيها لين دخلنا بالتسويق والإقناع وشلون إن إحنا نسوي ماركتينج حق شغلة وشلون نتكلم عن مزايا المنتج نفسه. اشتغلنا كتيم واحد. عجبني أول شيء إنكم ما صرفت المبلغ كله، لأن اللي يسوي مشروع عمره ما يصرف كل البادجت مالته، مغلط تحط كل البيض في سلة واحدة، هذه وايد حلوة. عجبني إن طلعت بفكرة تتناسب مع المحيط والناس الموجودين. أيوة بالضبط، المستوى الناس اللي بسوق السلمية. إذا بتجيب لهم ساعة شوبرد ما راح يشترون. عرفت شلون؟ يعني أنت فعلًا عرفت منو التارجت أودينس، منو الكلاينتل بيس مالتك، ويو تارجت يعني سويتوها. سرعتكم باتخاذ القرار حلوة. والله عافية. بسيطة الفكرة، بس من يقول إن الشغلات لازم تكون معقدة عشان تكون حلوة؟ simple is beautiful. وشوف يا أخي، شوف يا أخي، الرزق موجود والله. يعني صدق وراك كاميرا ويمكن هذا مبالغ فيه، بس يا أخي صدق اسعى يا عبدي وأنا أسعى لك. موضوع صغير بس يعني الربح 100% بنص ساعة is not a joke. ها يعني رقم يستحق إن الواحد يوقف عنده. فكرة حلوة والله، صدق عجبتني وعجبني تعاملكم مع بعض وإن كلكم بعتوا مع بعض. أنا ترى وايد كنت أحاول أشوف فيكم بعض الصفات. ما فيكم واحد أناني، وايد عجبني هالشيء. أهم صفة في القائد، أهم صفة يكون مؤناني، إنه يكون قدوة وإنه يعرف يفجر طاقات فريقه. عاجبني فيكم إنه ما شفت أحد يعني في كذي في يعني عرفت في إن أنا إنه شيء إنه ما أعرف إيش. كل واحد فيكم مميز مجاله في يعني، ولو إني ما احتكيت فيكم وايد. أنا متأكد ترى هالمشروع على إنه صغير، بس أنا متأكد نقدر نتعمق فيه ونطلع وايد شغلات حلوة عن كل واحد فيكم. أنا متأكد. كل التوفيق إن شاء الله. Thank you. أنا جاي بحلقة متقدمة، فالمشاركين والمتسابقين مروا بوايد مراحل عشان يوصلون ويعدون يوصلون هالمرحلة هذه. انصدمت في قدرتهم على التفكير والتنفيذ، التخطيط، التكتيك، العمل الجماعي. وايد أحس إن هالصفات هذه صعب كانت تكون من غير توجيه، من غير ما يكون في ناس مرشدين أكبر من سنًا، أكثر من خبرة، يقودونهم إلى طريق النجاح وإلى المرحلة اللي هم وصلوا لها. كان في تفاعل جيد من قبل المتابعين بتويتر، والهاشتاج ما سكت. لازلنا ندعم مشاريعكم. تقدرون تراسلونا على إيميل البرنامج. قول اللي بخاطرك على هاشتاج برنامج تل. التالي في تم. العصير اللي بعتوه. العصير. العصير. ما بقى أحد ما تشرفتي معه. البانيو هذه حلوة، بس الأشياء العيد ميلاد اللي فوق لا والله. كلش ما يوحي إنه صابون. حيل حقت عليها. أنت كعشرت. ما ارتحت. هذا شكله كنا معبد هندي. مساكم الله بالخير. يا هلا مرحبا. ضيف الحكم ينضم للجنة التحكيم. أول المتسابقين مريم. شو تقولي بس؟ لا والله. مريتي في امتحانات عديدة. هاي شنو أنت اللي جاي بتاع؟ أي هذا؟ ما شاء الله بانيو كامل. بانيو. جبت البانيو عشان أبي أبهر اللجنة. أبي أقول لهم ترى أنا عندي ديزاين، وأنا أحط الصابون داخل البانيو وأحطه بالجمعيات وأبيعه، يعني محاولة إقناع وكذي. تشرفت بمعرفته وبهالبرنامج الحمد لله، يعني الله وفر لي فرصة إني أتعرف عليكم، تعرف على وايد ناس. عرفنا إنك تشرفتي معلم. ما بقى أحد ما تشرفتي معلم. طبعا أنت سمعتي المثال يقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل. هل تعتقدين أن أنت لو
حاولتي تتجملين في المنتج وتقولين حكي مو صحيح. اها المصداقية فتشة يا عمرك. انا ماني مستوعبة كلمة اتجمل. في بيعتك الأخيرة قاعد تقولون كلام شيء شبيه في فيتامينات طيب، هذا شوي يعني مو موقف صحيح. نذكرك طال عمرك. انت ليش تكذب؟ شفت الفيتامين سي و... انا ايش قلت بعد هذا ماركتك انا قلت لهم خلطه جديده. ما سمعت سؤالك. العصير اللي بعتوه. العصير اي خربت. العصير كل واحد له طريقه بيعه. أخوي عباس لما راح يبيعه وكان الوقت وايد صغير وبسرعه نبي نبيعه، فالمره شويه متردده فاضطريت تتجملين. تجملنا انا يا قلنا انه في فيتامين وهو عصير رمان، فالرمان فيه فيتامين سي. يعني انا اشوف ما استفدتي انت بالاختبار لما انت تروحين تنقين الناس، مثلا فلانه تشتري مني وفلانه تشتري مني وفلانه ما ابي ابيع لها. هذا غلط. انت لما تحطين منتج تبيعينه حق كل الناس، ما تبيعينه حق شخص معين على شكل ولا على وات ايفر. يعني استاذه يعني انا ما اختبار، انت كنتي فاشله يعني. اي انا فاهمه يعني شنو قاعده تتكلمين. انا ما اتحيز تجاه اي شخص، بس بس شنو كله من فهد قال لي بيعي عليها. انا كنت قاعد انحاش منها. واحده مسكينه بالمجمع حالتها العقلانيه مو مستقره. كلام مرفوض. ما اكذب اقول اني ما حاولت اتجاوزها. حاولت اتجاوزها لان ادري ان الارجمنت معاها ما راح يكون من صالحي، وانا ترى بسرعه ينكسر قلبي واتوهق بموقف مثل اللي انا قلت فيه. عندها مشاكل من نفسيه، عندها مشاكل نفسيه. معلش حكم باطل. بلس البرزنتيشن هذا يعني انا اشوف انه انت ما توفقتي فيه ابد. يعني اوكي فكره البانيو هذه حلوه، بس الاشياء العيد ميلاد اللي فوق لا والله كلش ما يوحي انه صابون. اضرب. تضايقت من نوف القولاس وايد لما قالت لي انه في حفله عيد ميلاد داخل البانيو مالك. حيل حقت عليها. يعني انا حاولت اني ابدع بالموضوع، حاولت اسوي شغله. العنبطار اذا مريت وانت ماشي بالسوق بتقول اوه شنو هذا، بوقف عنده بشوف شنو فيه. هذا فهمت. كان هذا الغرض. فاهم تماما. وايد احلى من غير ما احط البلالين داخل. الله يسامح اللي كان السبب قال لي حط. من هو؟ أنا اشتغلت على ال من السبب؟ السبب جراح الدوب. بل لاحقنا لين هني. أنت تقولين ما أستخدم في أي مواد كيماوية، بس إذا كانت في رغوة وقاعد يرغى وتطلع لهذا الفوم مالته الفقاع، لازم في شيء يعني. هذه إذا تسمحي لي أشرح لك إياها، وأتوقع أن باختصار أنا تطرقت لها من قبل. تفضلي. هو الصابون لما نشتغل فيه يكون في عملية اللي هي البروسيس، كيميكال بروسيس اسمه سوبرفانيشن. سوبرفانيشن اللي أنت تاخذين الزبدة السوبر فات الأويلز تخلطينهم مع صوديوم هيدروكسيد مثل ما كنت يعني تحطين. أوكي يعني في صور فيك. أوكي بس لو تسمحي لي بس أكمل. بعد ما تخلطينهم تخلينهم لمدة 6 أسابيع. لما تصير عملية السوبرفانيشن اللي هو الزيوت تاكل المفاعل المادة الكيميائية. فلما تاكل المفاعل الكيميائي يكون 100% ناتشرال ما فيه كيميكال. انت دارسة كيمياء؟ انا مو دارسة كيمياء، انا دارسة صابون. شلون على مادة الاس ال اس؟ انا ما عندي اس ال اس كلش نهائيا. كون انسان يقرر انه ما يستخدم هالمادة، انا رايي هذا يرفع من جودة المنتج. عجبني ان مشروعها مميز على مجتمعنا. بارك الله فيك. مشكور عزيزي. مشكورين. مع السلامة. الله يعطيك العافية. عشوة ما في اس ال اس. الحين اقدر اكل صابون. عباس طلعت بروح معنوية عالية. يلا برافو. اي احد درس مشروعه مو معناته ان انت درست مشروعك وانت تعرف مشروعك انت ان انت راح تفوز. مو ضروري، عادي تعرف مشروعك وتتم. عباس المشترك الثاني استوى. لا لازم يكون كذي، لازم يكون يجذب. كان يقول السنعاصي صح كلام. ايوه ايه استانس. ايه دافعوا عنك، تابعونا. عباس تفضل. انت عارفين اي مشروع يقوم على اعاده تدوير من المواد، هل الاشياء اللي انت قاعد تذكرها عباس شو مسوي؟ تعتقد بانها من خلال جلساتك السابقه اختبارات الموجودة إن ضروري أن تعمل هذا هالشيء كتعريف في شخصك وما اللي تسويه؟ هل هذا شيء جزء من اللي تعلمته؟ باي عباس راح فيها. أنا كتبت وش فكرة المشروع. بس أوكي مشكور أستاذ علي. نادولك أستاذ علي. أنا شفتك ولاحظت لما طلعوا
هالعفيسة هذه سكاريب انت كعشرت. لا ريالت كعشرت ما ارتحت ما ارتح بعد. لو تكرمت تقول لنا ليش 3 2 1 اكشن. هذا شكله كنا معبد هندي 1-0. او حالك كذي صح الفيل هذا في فيل كل شيء فيه ما بقى شيء ما بقى هندوسه 3-0 خربوطه كل شيء يجمع باللي في الفريج كله 4-0. اول ما وقفنا في مرحله التقييم انا توني كنت بتكلم بعدين تقاطعت وصار الموضوع باللوحة. أنا بالنسبة حقي يعني أنا كانت من البداية وايد يعني 5-0 عجبتني يعني فكرة المشروع حلوة ريسايكلينج يعني 5-1. أنا للأسف يعني أقول لك هذا الشيء يفتقر للذوق 60-0 ما في يعني ما في ذوق أبد. يرحم والديك لا تقول أمانة هذا سأسأل يعني أمانة تفضل يعني انسحاب طيب أخوي أمانة قلت أمانة بس هذا بوجهة نظر أنا معلق فيها مجرد تعقيبتش يعني أحترمه على عيني وراسي. جبت قطعة فيها كل الأشياء اللي فعلا اللي هي نفاية واللي هي مخلفات بحيث أنها تجمعت وصارت بارتيشن أو قطعة. الريبورت اللي شفناه في الاختبار الفيتامين سي ما عجبني فيك إنه الكلك يعني أحسيت أنتوا حطيتوا العصير وقلتوا هذا العصير في فيتامينز وهو عصير جايبينه يعني أمانة في مصنع خليك أي أمانة أي بطيخ هذه قميضة يعني هذه شوي هزت موقفك. اليوم توقعت تجيب شيء حلو حق البرزنتيشن اللي بتقدمه. أنت جبت جمعت كذا قطعة وحطيتهم مع بعض. أنا متأكدة إن أنت تبي تقول شيء تبي تطلع شيء تبي تقنعنا بشيء بس ضاعت الصقر وضاع عباس بين كل الأشياء اللي حطيتها تهنى. يعني أنا أشوف قاري 61 أشوف طبل 62 أشوف فيل 63 أشوف فريم 64 أشوف شيء كنا هناك حمار وحش 260 أشوف كنا ريش ماني عارفه شنو ايش تقصد فيه عباس لو انا بدالك اطلع ركض. الظاهر كلنا متفقين على انك خرته 1-0 واحد كنا مجمع خمام وحاطه بصندوق مليون و2 هذا مو فن 1-2 الفن مهما كان يصير بسيط يكون مكوناته بس أربعة. لا يوجد اي رابط ولا تعرف وده بشتي يقول لك الحكي لا عادي بالعكس يعني امارته انا ودي صراحه اهد بناتي عليه بشوف شو يسوون فيه مليار صفر يعفسون عباس يطلع برا حلم حياتهم اتوقع اي لا اليوم بدأوا فيني لا عادي بس من الفيتامين سي شو اقول لا اقول انت مثل ما قالوا الجماعه ان انت كان بديت بدايات افضل بكثير من النهايه. اليوم هي نهايه ذا انت تمام اوكي يعني المفروض تبدع في شيء يعني زخه هو روح مليار روح زين الحين هذا ضايقكم شكم ما شفتوا ما شفناه هذا البرزنتيشن مالي في شغلات ما صارت في شغلات ما انقالت في شغلات كانت مرفقه في شغلات كانت مكتوبه اوكي يلا حبيبي مشكور يعطيك العافيه عطنا مشكور بعد نيكست خرته هو بس خارها دايس 200 ودش بالطوفه ايش سوى ايش ما سوى وما عجبهم صار الموضوع كله على قطعه. احنا في مرحله تقييم فاينل انا بتكلم بيدي ورق ما صارت فرصه كان في يمكن قبلها قرار يمكن هم ماخذينه كان يمكن في مثلا نتيجه هم حازمينها الله العالم ما ادري بس انه فعلا ان انا ما تكلمت يعني ثاني محسب الشغلات على الفكر الحلو تعب معبد مال من تايلاند ثاني محسب شغلات شيء حلو لا 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 الله يهديه ثلاث ايام ما طلع من البيت على مليار وثلاث فيل شوي الطعن بالميت حرام هنيك هنيك اللي استفدته من البرنامج انه وائل البصيري خلاني ابحث ادور اشتري كتاب شلون ابتدي المشروع وشلون اسوي دراسه جدوى للمشروع وشلون ابتدي فيه وشلون احصل ميزانيه عشان اطلب فيها تمويل واعرض البرنامج على اي ممول يبي يمولنا بخصوص مشروعي. انا لما يقول لك وائل البصيري اوه والله انا اشتريت كتاب عن دراسه الجدوى وقريت اوكي عرف دراسه الجدوى انا سافرت انا اخذت دورات وصلنا حق مرحله صعبه لازم كل واحد يستلخص شنو اللي خذاه من البرنامج وانه يقدم دراسات كبيره كانه رايح حق ممول حقيقي ويكلمه بمشروعه ويطرح عليه المشروع وانه يحاول ياخذ منه تمويل مشروعه. طيب انت الحين واضح جدا انه فعلا هذا المطلوب من اي انسان
يفكر في أي بزنس صغير أو كبير يعمل الميزانية اللي أنت عملتها. حلو. وهذا أنت ظاهر حظك مو زي اليوم. ليش؟ قلت لي ليش؟ عطه. الأخ مع الضروس. قاعيب لزباين. هاي مواطن اللي حلو ما يصير. أنا سوي صلاح مولا أنا أرح مولا. عجيب لغام عجيبة. بزنس. أنت تنصح ما حد يأكل حلو. صدقني صدق أول زبون راح يكون عندي هو. طيب. ترى هذا أبو طارق مفهوم خاطئ. وايد ناس عبالها الحلويات تسبب التسوس. يعني علمونا من واحنا صغار. هذا اللي نعرفه. بس لا، متى تاكلين الكاكاو هو اللي يسوي، او متى تاكلين الحلويات؟ تاكلينه مع الوجبات الرئيسيه ورا الوجبات على طول؟ ابدا ما يسوي سوس. شنو كاكاو بالمشبوس؟ ابدا. لا 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 ورا الغداء اعتقد. عقب الغداء يعني تحلي فيه. الحل تحلي على طول ورا الغداء. لا لا. عقب الغداء والعشاء. او كرب الريوق. درس بالغداء. او على العشاء. العشاء حلو مالح بعد. بعد. يبا الان. لا لا خوش مشروع. إذا كم المبلغ الحين بشوف المبلغ النهائي أنا. عمل. إحنا عندنا حسب التكلفة هذه كلها إنزين راح تكلفنا إنه يكون نوصل حق مبلغ تارجت اليومي عندنا يكون 118 دينار اللي هي هذه. يعني أوكي أنا سويت دراسة من قبل بس ما سويتها مثل ما سويتها اليوم. وشلون تعلمت هالشيء؟ يعني البرنامج خلاني أقرأ، خلاني أبحث، خلاني أجتهد أكثر من قبل. فكرتك حلوة، أنت مشروعك ممكن يربح، بس أنا صراحة أقول لك تعيد النظر في موضوع تكاليف المشروع. كذلك تعيد النظر من أي ناحية؟ الديكورات أكيد راح يكلفك أكثر من 5000 اليوم بالكويت. عامل كان يأخذ 3 دنانير الحين يأخذ 15 دينار وما تحصله. الأجار 1000 دينار حق 150 متر صعب صعب حيل. أنت اتبعت الأسلوب الصح. أي. أرقامك لك عليها، لكن طبعا أنت ما ممكن تروح تأخذ نفس اللي سويته وتطبقه. يعني وائل أنا أحس أن أنت فعلا الحين يعني شفت لي أعطيتنا شيء أنا شخصياً ريحني، لأن حسيت أنت بهالبرنامج بالبداية ما كنت عندك هذا التصورات ولا شيء، لكن الحين بين أن أنت استفدت وحطيت لك على الأقل خطة مثل ما قال الأستاذ علي. يمكن ما تكون أرقامها صحيحة هذه، يعني حسب ما شفناه في التعامل مع اللاب عندك وايد روح العمل الجماعي. يلا زين. حسيت فيك بهالشيء. انا بالنسبه حقي الاختبار انت شوي كنت سلبي فيه، ما شاركت وياهم عدل، وهم كانوا ماخذين الجو كله، يعني انت كنت بس معاهم. ما مخترق انا اللي صح كانت فكرتك صح، بس انت ما حاولت تسوق، ما حاولت تسوي، ما حاول يبين، كنت وايد سلبي بس البرزنتيشن انا عندي افضل برزنتيشن الى الان. يعني انت حاولت سويت فكرت، الباجي كلهم كذي خرابيط وحطوها. سهمك صاعد اخوي. وريتهم الدراسه وتفاعلوا كلهم فيها، وكلهم استانسوا ان انا وصلت المرحله هذه، وانت انت الوحيد اللي اعطيتنا الدراسه الصحيحه، وانت اللي مشيت بالخطوات صح، واللي قبلك ما حد ادى وما حد سوى. يعني عارف اعطوني الشمس بايد والقمر بيد. احنا باقي علينا نذوق. انا لا غير رايي. انا اختلف ويا نوف. نادوا الاستاذ علي. المدير الصحيح هو اللي ما يشتغل، المدير يشغل. ايوه يسوي يشغل الناس، يعطي الاوامر. لو كل مدير اشتغل ما ظل بالوادي شجر، كان صارت الدنيا خرابيط. لان لازم انت تلاحظ، انت تتابع، انت تقيم، اللي يشتغلون هم اللي تحت ايدك. فزين سويت. سهم ثاني. لا والله انا اختلف مع استاذ علي. انا اعتقد انك تشتغل مع عمالك وتمد ايدك وتشتغل ويحسون الناس انك انت صاحب مصلحه، وانت اللي تشتغل اكثر تقدير واحترام لك. عم تحط ريل على ريل وتطالعهم يا ولد ليش كذي ويا ولد لا، اشتغل بيدك وحط هذه الطربوش مال الشغل احسن. انا هذا رايي يعني. صارت. انا 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 اقول انتم قاعد تتكلمون ترى نفس المعنى. انت قاعد تتكلم اتوقع عن المدير، وانت قاعد تتكلم بطارق عن القائد. انا اتفق معك بطارق. القائد اهم وظيفه له انه يفجر طاقات فريقه، ساعات في وقت فراغه عقب ما يشرف عليهم
ويفجرهم، مو غلط انه اذا يحاول يبذل اوكي هذا يسمونه القياده بالقدوه. ايوه قدوه. انتم تحكون عندك كان 150 هذا شوف اكثر صوره جايزين 150 هذه اكثر صوره تثبت ان انا اشتغل بيدي وانا اللي شغال مع التيم مع احنا شفناك هذا الزين هذا الزين تشتغل بيدي ساعات انا اقعد واقول لهم سووا سووا سووا. انت قلت كلمه حلوه لما نوف قالت لك انت ما اشتغلت معهم، قلت لها انا اللي شنو بعدين كنت بتقول شيء بس ما انا اللي اخترعت الشغله اللي راح نبيعها ونسوق لها. شنو العصير؟ العصير فكرته سبراي. ها السبراي اي اوكي هو فكرته وقال لهم راح يشتغلون وهو قام يعد الفلوس. الفلس عديل الروح يا ويلي ترى مو حاط قول حجي شنو هالحنان فأجرت منه يا ابن الحلال. والآن شفت رياكشنه من أول ما طلع كان فعلا مستانس مستانس من ردة الفعل اللي شافها بوقت التغيب. قام نقز وقاعد يقول إنه قدمت زين، شفت الفرحة أمانة بعيونه. أمانة أكثر حلقة استانست فيها يا جماعة. أيوه استانست أشوف ناس بصغر عمرهم وصغر مواردهم وقدراتهم المادية لأن أحلامهم وايد كبيرة، وأحس أنهم يعني قاعد يسعون وراء أنهم يحققون هالأحلام هذه. التالي في تم شو أقول؟ مرحلة الإقصاء. هذه ترى اللحظات هاي مي سهلة علي أنا أكثر ومو بس أنتم. قبل الفاصل اليوم هي نهاية زخة زخة وروح يلا الظاهر حظك مو زي اليوم. ليش؟ قلت لي ليش الأخ مع الغروس أنا راح مولى أنا راح مولى. أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المشاريع هو البراندنج الجيد، وعلى سبيل المثال تي جي آي فرايديز. السلوغن الأساسي اللي راح تشوفه بالمطعم عندنا كل يوم وهو يوم يمع. بهذه البيئة وبهذه القيمة هيئ المطعم لزباينه أجواء مريحة وشبابية. يتميز فرايديز بتقديم الأطباق الأمريكية والمشاريب الخاصة، يقدم خدمة مميزة لزباينه فيخلق جو من التواصل والاحتفال علشان يحسس الزبون أن كل يوم وهو يوم يمع. افتتح فرايديز 11 فرع في أبرز الأماكن بالكويت. بأجواء المميزة وجودة مأكولاته حقق فرايديز نجاح. إن أنا زي مرتاح على الأقل إن آخر واحد يطلع قدامنا يبين إنه استفاد من البرنامج. صراحة أنا قلب عندي الموازين. زين قاعد يعرف إنه لازم أنت تسوي دراسة قبل لا تقدم على مشروع. حتى لو مالك رب أو شيء من هالنوع، خصوصا إذا أنت ناوي تتوسع وتكبر لازم تفهم شنو مكوناته. أنا أعتقد هذا ينجح. يعني هذا أنت كلمة هذا ينجح تقصد أنك تلقبه بتم ولا شلون؟ نقاش حامي. أنا تم أقول لك إيه تم هذا تمين. أنا أشوف مريم هي المشروعها ممكن صابون وتطلع فيه. إيش كثرك كل حين روح لأفينيوز كم محل صابونة؟ وائل عاجبني فيه فعلا، احس فيه روح قياده. وفكره مريم على ان وايد في عندنا صابون بس احنا قاعد نحب الشغلات المحليه وودنا يصير عندنا شيء كويتي. تعادلنا عندك يا ابو طارق الحين عندك احسنها. احسن يا ابو طارق. عباس عباس لا تشيل همي الدخول على لجنه التحكيم لمعرفه من سيقصى اليوم. عندك شيء باي؟ ما عندي شيء. بعد التداول والحوار والنقاش وصلنا إلى نتيجة. هذه النتيجة طبعاً نختار شخص واحد ونطلق عليه تم ونودع الأثنين. هذه دج جات لنا. كلام موزون دج. صدمت. سلامتك. ليش بس؟ لأن اللي قبلنا المجموعة
يعني بالفاينالي من المعروف انه بهالمرحله هذه خصوصا ان شخصين يتمون وشخص يطلع. تمام. بس اللي صار صار الصدمه صارت بوجهنا ان احنا اثنين يطلعون واحد يتم. زين اوكي يا الله سكت. ليش حبيبي؟ حسيت اني بطلع من الفيتامين سي. شو اقول؟ هذه ترى اللحظات هاي مي سهلة علي أنا أكثر ومو بس أنت كلنا صعب كان. طيب مريم إذني خطوة قدام. لا ليش خطوتين؟ أنا قلت خطوة واحدة. رد يا قري. أيوة عافية يا مريم. كفو تستاهل ملكة الصوابين. أبهرتهم كلهم وانت اللي سويت اللي معاك في الجروب ما سووه وكانوا بصراحه اللي قدموا كله عادي وما حد ابهرنا بس انت اليوم ابهرتنا وانت سويت كذا كذا مصدوم. ما قال ايش كريم. مبروك مريم. بس مو انت اللي رافع. بعد النتيجه ما صدمت كثر ما انا انصدمت في وقت التغيير. امانه امانه اشوف عسى الله يوفقك يا بنتي. الله يسلمك. وكل شهر صابونتي. بالنسبة لعباس بالنسبة لوائل طبعاً أتمنى أن تحلون بالروح الرياضية. هي نجاح التجربة أمانة. أمانة مريم مبروك الفوز أمانة. أمانة وكلكم فيكم الخير والبركة. كان المفروض أن أتكلم بس يمكن المسافة أو أن أو هم بغوا الموضوع بيدهم. أهم شيء أنا طلعت الصراحة مو خسران فايز. أهم شيء إني طلعت بمعلومات البرنامج. برافو عليك. أنا أعتقد لجنة التحكيم ما كانت حقانية بالموضوع هذا. بالعكس أنا أشكر أعضاء لجنة التحكيم اللي وقفوا معي. بس في أعضاء لجنة التحكيم ما وقفوا معي. شو اللي كانوا يبونه؟ كنت أتمنى إن يقولوا لي أنت خسرت لأن كذا كذا كذا. بس لما أخسر عشان أسباب مبهمة ماني عارفها شنو هي. تحز بالخاطر هذه صراحة. صعب أحكم على النتيجة يعني بدراية مطلقة لكن أنا رأيي الفائزة كانت جديرة بالفوز أمانة. يمكن أنا اللي ساعد مريم اليوم دكتور تواجد دكتور موجود شيء ساعدني؟ إي ساعدني بس ساعدني واللجنة كانت متأكدة أن شغلي كان زين. ماكو أمانة؟ وائلي أحسنت. وللأسف تم إقصاء عباس ووائل. معليش ونهني مريم انتقالها للمرحلة الأخيرة. بالتوفيق للجميع. الإنسان كنت نوتر يتكلم الحين ما راح يخلص إلا بعد ثاني يوم. رد لكم بعد فيه. مع السلامة أنا. فيم الله. مريم. عباس. يا حليفتي. بيض الوي عاد. شريف. سلام. باي باي. فيم الله يا وائل. مع السلامة. كل التوفيق. أشكركم على تفاعلكم الكبير مع البرنامج طوال الثلاث شهور الماضية. وأدعوكم للتصويت للمتسابق. والمشروع اللي تختارونه بين الثلاث متسابقين. الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة، حلقة تسليم الجائزة الكبرى. أخوكم علي النجار.